السلام عليكم، هذا التقرير مقدم إلى قسم الهندسة الكهربائية، التقرير بعنوان Basic Computer Organization and Design لمادة معماريه الحاسوب للعام الدراسي 2019-2020. أول شيء راح نتعرف على Basic Computer Parts. أول شيء عندي CPU. CPU هي وحدة المعالجة المركزية بالحاسوب، تقسم إلى عدة أجزاء. أولا Control Unit، وحدة التحكم. وحدة التحكم هي مسؤولة عن التوجيهات داخل السي بي يو، أي معنى يقرأ من الذاكرة مثلا Input أو Output Device. اثنين عندي Registerات. Registerات هي المسجل عبارة عن أو المسجلات عبارة عن ذات تخزين موجودة داخل السي بي يو، تخزن عدد معين من البتات، أما 16 أو 32 أو 64، هي مثل الذاكرة لكن تقوم بتخزين عدد معين من البتات موجودة داخل السي بي يو. الأرثماتيك لوجيك يونت، أي مختصرها هي أي ال يو، وحدة مسؤولة عن وحدة عن العمليات الحسابية والمنطقية. عندي هاي انها ذاكرة ميموري، ذاكرة تحتوي على انبوت داتا وادريس لاين وروم ورام. الانبوت داتا قبل لا تدخل الداتا الى الميموري لازم يكون عندها عنوان المكان اللي راح تدخل بيه الذاكرة، وهاي الذاكرة هي القراءة والكتابة. اما الرام والروم، هي الروم هي ذاكرة العفو، هو مثل البرنامج موجود بال يجي يعني هذا البرنامج من الشركة أصلا، يعني لا أقدر أمسح عليه، لذلك هي هاي الذاكرة قابلة للقراءة فقط، ما يقدر واحد يمسح عليها ولا يعدل عليها، معروف فيها اسم سما البايوس. أما الرام هي ذاكرة القراءة والكتابة. الجزء الثالث هو Input أو Output Device، هو عبارة عن يعني الأجهزة Input أو Output، يا أما يكون طابعة أو أي جهاز إدخال عن طريق الـ USB أو غير المنافذ. سعدي هذا السؤال، قول 1024 في 16 ميموري، طبعا 16 هو 16 باعتبار 16 بت، وال 1024 هو اللوكيشن من زيرو الى 1023، لان بديت انا من الصفر، هنا بديت من الصفر الى 1023. المطلب الاول what is the size of data input or input of memory. ريد الداتا، الداتا انا عندي هو 16 بت، يعني باعتبار كل لوكيشن هنا هو 16 بت، يعني من الواحد يبدي او من الصفر الى 15. اما ال 1024 هي بادية من الصفر، من الصفر الى 1023 هي الادريس لاين. هاي الادريس لاين هي مكونة هاي الذاكرة من الصفر الى 15 لوكيشن، يعني مواقع. هسه عندي المطلب الاول حليته هو 16 بت. المطلب الثاني what is the size of address line memory. نريد الادريس لاين، طبعا انا عندي اعرف لازم 2 اس ان، 2 اس 10 هو يساوي لي 1024، اذا راح يطلع عندي الادريس لاين 1024، او غير طريقه اخذ اللوج 1024 تقسيم لوج ال 1024 تقسيم اللوج 2 يساوي لنا 10، او اقول لين ال 1024 على لين 2 يعطي نفس الناتج. سعد هذا السؤال الثاني. We have of size 8K في 8K في 8 بت. What is the number of bit data stored in memory. المطلب الثاني what is the number of address bit.
طلعت draw block diagram of this memory. طبعا يريد هو البتات، عدد البتات هي عدد البتات. طبعا بالبداية الكيلو هو 2 أس 10 والجيجا هو 2 أس 30 والميجا هو 2 أس 20. هسه عندي 8 كي في 8 ثمانية الكي هو شنو بداية هو 2 أس 10 في 8 8 هي بالأصل هي 2 أس 3 أجمعها يصير 2 أس 13 باعتبار أنا عندي 13 أدريس لاين. باعتبار عندي بالضبط 13 أدريس لاين وأنا أصلا هو مطين قايل لي 8 بتات. طبعا هذا الثمانية كي يبدو من 8 كي إلى 8 كي ماينص 1. هسه عندي هذا الجزء كمبيوتر انستراكشن تايب. طبعا حجم الانستراكشن مورس مانو هو 16 بت، ينقسم 3 أجزاء. الجزء الأول هو أدريس، الجزء الثاني أوب كود، الجزء الثالث أي بت. الأدريس الأدريس أمامي ميموري دايركت أو إندايركت. أوب كود الأوب كود عندي 3 بتات باعتبار هو 2 أس 3، عدد الاحتمالات هو 3، الأي بت هو 1. طبعا هذا الميموري ما يكون دايركت أو إندايركت. دايركت يعني الأوبراند موجودة بالإنستراكشن، أما الإندايركت يكون الأوبراند بالإنستراكشن وياها العنوان الأوبراند، يعني مو مباشرة مثل الدايركت. مثلا عندي هذا السؤال، هذا جزء من الذاكرة. أول شيء شنو أبغى على الأي بت، إذا كان صفر هو دايركت وإذا كان واحد هو إندايركت. أول شيء أحول العدد داخل الأدريس، لأن هو هنا أنا صفر يعني باعتبار هو دايركت. حول العدد داخل الأدريس لاين إلى الباينري، والعدد داخل الأكوموليتر حوله كذلك باينري. ما أنا الإشارة هي جمع، أجري عليه عملية الجمع. بس الناس لاحظ أنا أخذت العدد مباشرة، عكس الحالة راح مو مثل الحالة راح تجيني هي الإندايركت. إندايركت أروح للعنوان مال العدد الأدريس لاين لوكيشن، ما تأخذ العدد، أسوي عليه العمليات أما يكون جمع أو طرح. هسه أجرى عملية الجمع. الجمع هو أجمع العدد الأدريس لاين ويا الأكوموليتر، بعدين الناتج مال عملية الجمع يصير بالأكوموليتر يتحدث يعني باعتبار. بس هنا أنا عندي 1 زائد 1 هي 0، 1 باليد هو راح يصير 1، 1 زائد 0، 1 زائد 0 هي 1، 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 0، 1 زائد 0 1، 0 زائد 1 1. هسه عندي هذا الناتج، هو بالأصل هسه هذا الناتج هو باينري، لازم أرجع للهكساديسيمال، أخذ كل 4 وأحوله للباينري، أخذ كل 4. هنا لازم أسوي المراتب، أخذ كل 4 حولها بالهكساديسيمال. هسه هنا الهكساديسيمال هو طلع عندي 66. حدث بي الأكوموليتر اللي هو كان 0041. هسه عندي الحالة
عندي معنى الحالة عندي أروح على ال وأشوف الأيبت، الأيبت هو رقم واحد، معنى الحالة عندي indirect. أروح على ال 0111 هنا الاعتبار عندي هو indirect، يعني راح يصير عنوان الذاكرة. هنا عنوان الذاكرة هو 111، حوله إلى الباينري، كذلك الأكوميليتر حوله إلى الباينري وأجري عليهم عملية الضرب. منها عندي عملية ضرب، سواء 1 في 1 1، أي رقم يضرب في 0 هو 0. آخذ كل 4 وأحوله إلى الهكساديسيمال، هكساديسيمال 0001. هنا نلاحظ تتحدث الأكوميليتر بالعدد الجديد اللي هو كان 0 0 4 1.